اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم يا قوي يا عظيم يا كبير يا ملك يا جبار يا مهيمن، انصر المستضعفين من المسلمين في الشام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وغفيرا. اللهم أيد لهم جنود السماء بقدرتك وهيئ لهم جنود الأرض بعزتك. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وسدد رأيهم يا رب العالمين. اللهم وأدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونجرؤ بك من شرورهم. اللهم اجعل عتادهم وجنودهم عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وفرق بين كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام.